دليل على انه الصيادة في ولاية اليانا منضبطين؟ اكيد اكيد، هذا من اهم اهتماماتنا احنا كجمعية وكإدارة، زادة كإدارة إدارة الجهوية للغابات، معناها الاجتماعات التحسيسية والتوعوية والملتقيات، معناها نحسوا بعضنا وأنه ثروة، راهي ثروة هامة وثروة راهي للبلاد، ويلزمنا باش نحافظوا عليها. اللي عنده سلوك باه يكون منضبط. الصياد يلزم يكون مستوعي واعي أي؟ ويعرف معنى وقت ايش يصطاد، وقت اللي معنى عنده ست حجلات يلزم المفروض يكون ست حجلات، معنى زوز ارانب زوز ارانب، وفت وصلنا الدرجة هذيك يلزم يكون واعي باش معنى الثروه تكبر ومعنى وتكون في البلاد. ندره الطيور ولا الحاجات هذه اللي بتصطادوها شنو السبب نتاعها؟ ولات ما عادش موجوده برشا، عليه الطقس ولا كثره الصياده ولا كثره الصيد؟ لا، هو ثم عده عوامل. اي العوامل الطبيعيه من ناحيه قله المطر، والجفاف، ثم برشا بقايع معناها فيها من الجفاف يهربوا لا دونك ثم الفلوس نتاع الحجله. اي وقت اللي يتبيض ويكبر يمشي شويه بوم وتمشي بيه تمشي بيه ما تلقاش منين يشرب. أي؟ دونك يموت بالعطش. هذه عامل من العوامل. ثم عوامل الحلزون اللي هو البابوش، هذاك البابوش يمشوا الاولاد وقت يلقطوا البابوش في الجبال وخاصه في مارس كيف هكا، مش يلقوا العش نتاع الحجله، مش يهزوا العظام. كي مش يهزوا العظام تنقص الثروه الحيوانيه. دونك ماك المقترحات نتاع الاداره والجمعيه خاصه في سليانه هذا صار معناه واقع معاش. عملنا المقترحات على اساس منع البابوش، منع الحلزون، هذا عامل من العوامل. العامل الثالث اللي هو كثرة معناها البروكوناج، هذا ما يسمى بالبروكوناج. أي؟ اللي هو يعمل معلف او يعمل الدخان في القمح باش يلفت الانتباه. لا لا، يعمل الدخان في القمح، الدخان النفة يعملها في القمح، ينفخها بالماء. أي؟ ويسيبها في الجبل، وقت اللي ياكلوا الحجل يدوخ يمشي يشدوا بيديه، هذا عامل من العوامل. طيب احنا اليوم جيناكم وصيد الخنزير مسكر. نعم، بالنسبه لصيد الخنزير فعلا مسكر اختها من اخر جانفي، يبقى نحن في نطاق الحملات الاداريه، ثم فلاحه تتذمر من اضرار الخنزير الوحشي. ايوه، بطبيعه الحال تجي المطالب للسيد الوالي او للسلطات المعنيه او للاداره الجهويه او للجمعيه. اي نحيلوهم كل المطالب، والسيد رئيس الدائره يعطي الاوامر نتاعو على اساس يخرج عون فني في القانون. اي يخرج عون فني يتعين الاضرار. اي ان وجدت اضرار تقام حمله اداريه. سي بشير، انت بديت في سن 12 سنه. نعم. اول مره ضربت بالمقرون شكون عطاهولك المقرون؟ ضربت كعب حمام حاطه في زيتونه. طول سرقت المقرون لجدي، ودخلت وجدي يخدم مع الاستعمار قبل نخدم في الصونات. اي في الصونات دخلت سرقت المقرون، وهي حتى تتكلم الحمام هذا اللي جيته مهاجر. اي حمام سوايح سرقته ونورت عليها، كي طيحت كاني ما نعرفش شنو اللي طيحت. عندي العزوزه الجديه خرجت لها نجري جاي ياكل الحمام، وخليت المقرون في البلاصه ومشيت لها هي، وقلت لها هاي حمامك قتلتها، هاي حمامك قتلتها، طاحت تعيط على الشايب، جات طاح الشايب الدار قريبه، شنو قلت ولدك راهو سرق المقرون هكا ما عمل، قال لك باش عملت، قلت وراني طيحت هكا، قال لي تو نعود يجاني من هكا نعود نعمرك على راك المقرون العربي. اي بنحطوا الكسكي وال من بعد نحطوا طرف حلفه. ايه؟ ومن بعد نحطوا الرش من فوق، ومن بعد نحطوا عليه طرف حلفه اخرى، ونحطوا كبتونه من تيلي حاسيلو نتاع ناس قبل. اي معناها فرح بيك جدك؟ شنو فرح بيا؟ معناها يسجح بيا مش فرح بيا بركه. وانا احسن مقارن بكري ولا مقارن تو؟ لا مقارن بكري احسن. بالحق؟ ولا في الحديد؟ من انا ناحيه؟ في الحديد. في الحديد؟ في الحديد. من الناحية؟ بالحديد نتاعهم أصح؟ الميتال نتاع حديدة صح. أصح ما نتشد مليح؟ أي تشد مليح. ما تتجرحش بالكرتوش من داخل؟ لا ما تتجرحش. صياد في التقدير. أيوة. معناها بالخبرة تجي وإلا فما زاد موهبة من الأول؟ لا تدريب من الأول. تدريب؟ إذا هو عنده نية صيد. عنده معناها مغروم غرام فهمتي باش يصطاد. أي. إذا ضرب كرتوش وطيح به. أي. انتهت مشكل. أي. علق في الصيد كما يعلق في الدخان. بالحق؟ والله.
فما احساس خاص الانسان وقت يبلع احساس يبلع على الدخان نتاع سيجارو اول مره انتهى ما عادش يعاود ما عادش معنا يسلم فيه خلاص الصيد هيك معناها كيما المخدر الصيد تخدير اذا كان ما فهمت الله معناها ما عندوش بالحجله الاولى وفي ما عندوش مش ويصطاد فهمت الله يظل عنده افلام في راسه في قام ما يفرهدش لما يخرج ياخر يعمل لك كرتوشات يتفرهد انواع المقارن انواع المقارن كثيره منهم اقدم نوع اللي كان موجود في الجمهوريه التونسيه هو المقارن سانت اتيان سانت اتيان اظن موجود الدار نتاعهم في فرنسا بعد سانت اتيان عندنا المقارن الايطاليه النوع اللي عندي هذا نوع ايطالي من بعد الايطالي ثم النوع البلج من بلجيكا ثم اسبانيول ثم روسيا والسلاح هذا موجود وكله يعني كله ممتاز ثم انواع جدد جدد موجوده جدد الكحل اللي كانوا بثلاثه ولا كانوا بخمسه ولا بثلاثه كرتوشات موجودين البيريتا هذوما وشنو البيريتا بالنسبه للصياد كيف يبدا بكرتوشتين ولا بثلاثه كرتوشات هل ترى مش معناها اسهل باش يصطاد كي تبدا كرتوشات ولا ثلاثه كرتوشات ورا بعضهم هو الصياد الباهي يصطاد بكرتوشه واحده ومن بعد اثنين من بعد هكا ولا ويحب مقرونه تغلاظ من خزنتها وترقاق من شفتها هذيك اللي تعجبك ضربتها وهي الثروه الحيوانيه تعتبر من اهم الثروات الطبيعيه وتحافظ على التوازن البيئي والاقتصادي وجزء لا يتجزا من التراث الطبيعي للبلاد التونسية مما جعل سيادة الرئيس يحدث جائزة كبرى في كل سنة إلى أفضل جمعية ونالنا الشرف العظيم باش نتحصلوا كجمعية جهوية للصيادين بسريان على هذه الجائزة في 11/9/2007